بالعادة بيكون المعضلات الأكبر أو المشاكل اللي بنواجهها في تطوير حماية الحدود البحرية بيكون ناتج عن الماتيريال أو الخامات الموجودة في الموقع، طبيعة طبقات التربة أو الصخور المتوفرة في الموقع اللي هنستخدمها في تطوير حماية الميول أو حماية الحواف البحرية. ويكون من الصعب توقع أداء التربة أو الصخور اللي محتاجة أنها تكون التربة أو الصخور المجلوبة من خارج الموقع من خلال الكسرات أو أماكن التنقيب أو النقل البحري. بالعادة عشان نقدر نميز أو نحدد طبيعة التربة المناسبة للتنفيذ أو طبيعة الصخور المطلوب أنها تتنقل للموقع، بنحتاج نعمل في منطقة النقل أو منطقة الحفر الأساسية الاختبارات المطلوبة وكيفية نقلها وطريقة الحفر أو الترانسبورتيشن هيتم إزاي، لأن ده بيأثر بالنهاية في أداء التربة أو الصخور المنقولة. وكمان بنقدر نحدد الاختيارات المتاحة لطريقة التنفيذ والخطوات التنفيذ اللي ممكن تساعد في إن احنا نختار حل أفضل أو أنسب للمشروع بعينه. احنا متواجدين في الامارات من 16 سنة، بنقدم مشاريع في دولة الامارات، مدن عدة، في دبي، في أبوظبي، في أم القوين، وكمان بنقدم مشاريع كتيرة في السعودية، اشتغلنا اكتر من مشروع في السعودية، وخبرتنا المتواجدة فعليا في الافراد اللي معانا بتقدم للكلاينت دايما او للعميل اللي هو محتاجه بخصوص المشروع ده، لان احنا اشتغلنا المشاريع دي بنفسنا، الفريق كله متواجد في الموقع ومتواجد في المكاتب الرئيسية في دبي أو أبوظبي أو في السعودية، فبيساعدوا إن هم عندهم الخبرة الخاصة بالمقاولين أو طريقة التنفيذ المعتادة في السوق الإماراتي أو السوق السعودي في المملكة، فده بيساعدنا إن احنا نكون جاهزين للتواصل مع المقاولين أو مع الاستشاريين المتواجدين بخبراتنا وإمكانياتنا اللي احنا استخدمناها قبل كده في المشاريع السابقة.